اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من شارع النهار. ان 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 صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. خلينا نبدا اول حلقه معاكم دلوقتي ومعانا ضيف عنيد. هو هينجح يعني هينجح طالما قرر انه هينجح. طور من نفسه بشكل ملحوظ في كل الادوار اللي عملها، وما اعتمدش انه من عائله فنيه ورفض انه يقول ده في بدايه مشواره. جين ماشي، دور شرير ما يضرش، دور واد شقي برضو ماشي. معانا ومعاكم الفنان احمد جمال سعيد. ايه الانتاج عندكم بيضحك؟ الانتاج عندكم بيضحك؟ نورتنا وشرفتنا. ايه رايك في النبشطجيه ده؟ لا لا لا، شغل عالي، شغل على الراس يا رجاله والله. نورتنا يا احمد. نورتنا. عامل ايه الاخبار؟ الاخبار انت بقى بدات التمثيل صغير. بص احنا بص نخلع على الحلقه على طول على طول. لا مفيش حاجه. طيب انا عامله له رز بلبن بعد الحلقه. عامله له في رز بلبن في دايت. في في رز بلبن دايت. ده جديد ايه؟ انا جاي. طيب انت بدات تمثيل صغير، احكي لنا بقى اول مره وقفت قدام الكاميرا ايه اللي حصل. اول مره وقفت قدام الكاميرا كنت في محمود المصري. كان ايه مسلسل محمود المصري؟ تمام. نجم محمود عبد العزيز طبعا. احلى حمود طبعا. كنت ساعتها يعني كنت اول مره اخد في حياتي اصلا كلام ان انا اعمل اي حاجه. كنت قايبيها بقى قبليها يعني، كنت بعمل بقى مجاميع وبتاع واقعد واشرب ميه وميم والكلام ده زي الفل. من اسفل السافلين خالص. برافو، ده من زمان جدا كمان. رحت اشتغلت، فكان اول مره اعمل مشهد في كان بالظبط انا فاكر الجمل حتى، وتقريبا خمس جمل حاجه كده مع طبعا محمود شعبان القيري. وكانت قصه بقى بالنسبه لي ان انا اقف، فرايح فلبسوني لبس كده ودق وكل على وشي وبتاع، وانا مش فاهم اي حاجه. انت مش عارف لسه ولا انا واخد المشهد ولا قاري حاجه ولا اي حاجه. هو قال لك يلا هتصور. قلت له محمد واقف بحط كله وزي الفل، مفيش اي مشكله، ومساعد المخرج بيقرا معايا عادي انا تمام. لقيت واحد تقولش اخويا التوأم واقف على يميني، بيحط له من نفس الكله وبيحط له نفس الدقن، اللي هو انا لو ما لحقتش اقول بره واللي بعده، فده بدايه يعني اللي هو ده زي السلام عليكم، فما فيهاش توتر، فيها ان انا خلاص انا بموت اصلا. بس جت الحمد لله، ما يعني الحمد لله لا ما غيرونيش ما استبدلونيش. الحمد لله. هو بقى هو التاني يتعذب الكل بقى طول الوقت بعد كده. يا عيني. بس لا ده انا كنت يعني كان رعب بس. يا عيني. طب فاكر اول مشهد ده كان قدام مين؟ طبعا كان معايا محمود شغنقيري و بس بقيته كان كله كان ناس بقى بعد كده. بس ده كان اول مشهد ليك؟ ده كان اول مشهد اعمله كبروفيشنال ان انا اصلا اطلع اقول كلام. ده كان بعديها طبعا استاذ مجدي ابو عميره، ده يعني جاد فادر بالنسبه لي، الاب الروحي بالنسبه لي طبعا. هو من الناس اللي قدمتني في يعني الموضوع ده، وهم يعني فضلوا ساعين ورايا بصراحه كتير جدا. زود لي مشهد بعديها مع الله يرحمه احسن الي الساحر. الله يرحمه. يعني جت كده بالصدفه. استاذ محمود عبد العزيز الله يرحمه. طب يا احمد انت من عائله فنيه ذات قيمه كبيره جدا في الوسط الفني، ولكن انت في بدايه مشوارك ما قررتش ان انت تقول ده وخبيت ده تماما، واعتمدت انت بتقول ان انت بدات من يعني من بدايه البدايه من اول جدا خالص. ليه رفضت ان انت تقول ده في اول مشوار؟ ليه؟ لان من الصعب ان انا لما ابقى زي ما انت قلت من عائله فنيه كبيره والكلام ده كله، صعب جدا ان انا هم عملوا تاريخ معين، فصعب ان انا اخش اشوه التاريخ ده لو انا وحش. بس لو هضيف له يبقى قدام الناس تعرف، يبقى حاجه كويسه ان انا ضفت لهم حاجه كويسه وان انا شرفتهم، مش ان انا قللت منهم. فلو ما كنتش كويس في التمثيل او ماليش حظ فيه او انا يعني مفيش ان انا مش هبقى كويس مع الجمهور، يبقى تمام الحمد لله وخلاص، وانا انسحبت في هدوء ولا كان في اي حاجه. طب انت ما ندمتش ان انت ما استغلتش الفرصه دي؟ لا طبعا.
ما ندمتش؟ لا بالعكس، انا اتعلمت كتير في السنين اللي فاتت دي كلها. انا بادئ من 2001 او 2002 لحد النهارده. من قبليها كمان بقى في مسرح مدرسه ومسرح العائم بقى اللي كنا بنعمل، اه كانت حاجات بقى وناوي ان انا اتعلم، مش هطلع على حساب اي اطلع واحده واحده يعني. انا هطلع بالراحه النهارده الحمد لله. حتى الناس اللي بتشوفني اللي اشتغلوا معايا من ايام بقى ما انا كنت لسه ببدا خالص، لما بيشوفوني دلوقتي بيحترموني عشان عارفين انت ايه تعبت. انا تعبت في الموضوع طبعا. طب يا احمد ما تاثرتش طبعا يعني حبك للتمثيل كان بعيد عن تاثرك بالعيله الفنيه وبالتاريخ الفني الكبير للعيله؟ كان ليهم دور ولا طبعا. كان ولا دي حاجه برضه اساسا كان ليهم دور طبعا طبعا. فكره بص هقول لك على حاجه، انا من الاول خالص فكره ان يعني الله يرحمه حسين اللي جده طبعا فريد شوقي كان بالنسبه لي القيمه بالنسبه لي ان هو بص مش عارف اقولها لك ازاي، بس يعني فكره ان الناس دي عملت تاريخ ودول الناس اللي ما بيعملوا حاجه ما بيتنسوش، بمعنى ان انت على طول لسه بتتعلم منه لغايه دلوقتي، مش في التمثيل بس، ممكن في حياتك، لان هم حتى لما كانوا بيعملوا حاجه كانوا بيعملوها رساله ما كانوش بيغبطوا. انت كنت خايف بقى ان انت تاثر على الموضوع ده؟ طبعا، يعني انا لما اخش في تاريخ في افلام في مسلسلات في يعني بخيل وانا، صبري يا عم صابر، لا تبكي يا حبيب العمر، او الوالدين احسان، انت بتتكلم في حاجات تاريخ غير غريب. ده الغول، الحاجات دي كلها انت بتتكلم في ان هم الناس دي مش بس تاريخ. يعني بعد ما موتوا يعني فريد شوقي دلوقتي ميت بقاله 25 سنه و20 سنه، لكن انت تخيل لغايه النهارده اللهم لك الحمد لما بمشي في حته يعرفوا ان انا بس حفيد فريد شوقي. ما زال وحش الشاشه حتى هذه اللحظه، وما زال بيتضرب بيه المثل لحد هذه اللحظه. فلك انت تخيل انت بتبقى عامل ايه. فانا اتمنى ان انا ابقى عندي ربع الموضوع ده، مش عايز حتى يعني ابقى عندي ربع اللي هو الله يرحمه احسان اللي عمل. الله يرحمه يا رب. طيب انت عمرك بقى عملت اي دور ندمت عليه؟ لا خالص. ولا اي دور؟ بتحب كل الادوار اللي انت عملتها؟ طبعا. طب برافو عليك، اجابه حلوه جدا. طب في دور رفضت وندمت بعد ما رفضت؟ لا برضو، لان ده بيبقى نصيب فما ينفعش ان انا ندم عليه. والله لا، بص دبلوماسي راجل قنوع. مقنوع. لا بس صح، برافو عليك، صح انت عندك حق. اللي ممكن لو كنت عملته كان يخسف بيها الارض يرجعني صح. اول مشوار تاني، وممكن لو ما عملتوش حاجه ما كنت مثلا ما عملتهاش كانت ممكن في الاول في الاخر ما اتعلمش منها حتى لو طلعت وحشه. الواحد بيتعلم من الحلو والوحش، فبتتعلم كل حاجه. فانا لو عملت دور وحش انا ببقى سعيد ان انا عملت الدور ده عشان لما اتفرج عليه بعد كده اتعلم منه ايه اللي انا غلطت فيه وما اعملوش تاني. حلو جدا. طيب احنا سمعنا ان انت ان شاء الله في رمضان باذن الله يا رب هتعمل مسلسل حكايتي مع ياسمين صبري باذن الله. ممكن تحكي لنا حاجات اكسكلوسيف شويه؟ هو الدور انا اول مره اتكلم فيه، هو المفروض ان هو ابن عمها. مسلسل عن ايه؟ اكسكلوسيف بقى جيب بقى احرق لنا بقى. ما انا احرق لكم. لا لسه بنصور. لا مش هيحرق، مشوني عادي. لا 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 بعد الشر، وانا لسه ما قبضتش يعني، لسه ما خدتش البدايه فعادي. بس هم الانتاج ما بيرحمش هناك. مصطفى غزولي انا رجع اكلمه. مصطفى الغزولي ما بقولش حاجه، هم اللي عايزين يمشوا. فلا هو دور ابن عمها، دور انا يعني بيلعب فيه شويه، ليه ثلاثة فيسز او يعني ليه ثلاث تحولات. تمام. هو شخصيه هاديه جدا، رزين ده في الاول، بعد كده بيتجنن، بيحصل له حاجات غريبه، بعد كده في الاخر تحس ان هو الدرويش، ما تفهمش ايه اللي حصل له، اتجنن خالص. المراحل المفروض ان هو بيحب بنت عمه وعايز يتجوزها اللي هي ياسمين صبري. بس يعني بس كده حلو، ده كده زي الفل. طب وحشمت في البيت الابيض مع بيومي فؤاد؟ ده مع ضحك عياط ضحك ده طبعا. ده حاجه لا، بيومي فؤاد استاذ بيومي فؤاد ده مش بقى لها جميل. لا 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 جميل قوي. ايه ده؟ انا اشتغلت معاه رمضان اللي فات، بموت فيه في اللوكيشن. مش طبيعي، احنا انا بقع، انا وقعت، انا في كذا مره. أيوة فعلا ما قدرتش اكمل، مش عارف ما بالذات لما يجي يمثل بجد بقى اللي هو وشه يبقى. لا لا هو كواليسه احلى كواليس في الحقيقة، بموت. هو بيموتنا رغم كلنا، وبيطلع حاجات بجد غير متوقعه، بجد انت مش متوقع انه هيعمل كده. كلام انت اصلا ما يجيش على بالك ولا الهوى ولا فكرت فيه. واداء غريب ما شاء الله عليه. ربنا بسم الله ما شاء الله عليه. لا لا مش عند حد، ما شفتهاش عند حد. كنت طالع بدور ثوراجي بقى صح؟ مين؟ في حشمت؟ لا حشمت طالع في دور لا مخرج. مخرج؟ مخرج اه مخرج امريكي. مخرج امريكي عامل لوك غريب كده.
شعرك طويل؟ شعري طويل ودقن طويلة وقصة كده. حطيت لانسز بقى عينك ملونة؟ لا ما حطيتش لانسز. ما حطيتش ليه؟ ده عينيهم دايما ملونين. مين هما؟ الأمريكان. اه بس احنا الشرق مش مشكلة أمريكاني أي حاجة يعني عادي يا ست. الأداء هيفرق انت في الدراما المصرية في حاجات. انت عملت بقى يا أخي تفاصيل. لا والله يا جيمي لازم ندي كاركتر حقه يعني. أنا ما اديش كاركتر حقه. ما اديش أي أجنبي خالص. ندي كاركتر حقه. ما ادينا له حقه خلاص. طولت شوية. دايما عينيهم يا إما لبني يا إما مدية على شوية أكسديه. اكسديه اكسديه هيجيبها. لا ده رش. ده كده رش. دي حاجه تانية. بني عسلي مخضر. ماشي. حاجات حلوه كده يا جيمي. لا لا ده تمام فل. اه عسل. لو اشتغلت ستايلست هتطلعنا كلنا الوان مش موجود. ده انا هروشك. انا عارف. انا عارف. هلبسك اللي انت هدهنك وانت واقف. شغال حد يعرف انت مين. دي فكره. هو ده النجاح. عشان ابقى اتغيرت في الدور كله. عشان بالظبط كده. يا احمد دورك في كازابلانكا مع نجم امير كرارة. دور انا طالع حاجه كده. هو في الاول خالص وضيف شرف. تمام. طبعا ده العشق اصلا. طبعا نجم امير كراره وبيتر علي طبعا. انا بحب نجم امير كراره. لا ده اخ كبير وحاجه كده يعني. لا هو بجد فعلا احلى شنب ده ولا ايه. لا لا ما طول دقن. والفيلم ده ان شاء الله خلاص ده خلاص اتغير. خلاص اتغير. يعني بنتكلم السنه دي على الدقن. الدقن بس. احنا بنحب الدقون وبنحب الشنبه جدا. في اي حاجه هو اللي هو جاي في الشنبه. احنا معاك في اي حاجه. احنا شنب يا اما دقن مفيش. طب ايه رايك كذا بلاك ان شاء الله كسر الدقن. على فكره بترمي عليك رامي وانت مش واخد بالك. لا لا احنا معاها في نفس كل اللي هي بتقوله. فهي بترمي على نفسها معايا. طب نسمع حاجه يا فوزي علشان جيمي هيغني معانا. مين اجبارا يا احمد. اه انت ماشي ماشي. جيمي ده اللي هو انا. اه يا حبيبي. هنعمل لك مفاجاه كمان لاحمد كمان شويه بس بعد ما تغني. ربنا يستر. مفاجاه لطيفه. بس انا مراتي في الشغل. مراتي في الشغل هتجيبها ازاي؟ لا 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 مش هنعمل كده. مفاجاه برضه حسين و يا لهوي دلوقتي الجمال هتدخل بقى وخلاخيل وموضوع كبير. طب انا اغني لوحدي؟ لا هيلعبوا لك مزيكا. احنا معاك. وده كان الحب عمره باختيارنا. ده كان عذرنا وبقيتنا ايه. سلمنا قلوبنا دبنا وبعيوننا. انا وانتي شفنا بالحب ايه. ما تشتغلنيش هتطول. قول عشان انا هفضل اعمل كده وانت تخلص يبقى شكلي وحش جدا. الجمهور قاعد بيتفرج. كمل معاك. مرتاه وان مره غنى قلبي غني ليكي. ويا رب نعيش كده طول الحياه. مش حرام
علي صوتك يا راجل طمعا في كلامك. يلا هتخش في ايه؟ عدوية كشنجي دبح كبشو يا محلى مرقة لحم كبشو كشنجي دبح كبشو يا محلى مرقة لحم كبشو عكشو طنش نكشو فركش هلشو ما تقلش سبع سلاطين استسلطناهم سبع سلاطين زي ما استسلطناهم من عند المست سلطانين كرك شنج دبح كبشو يا محلى مرقة لحم كبشو كرك شنج دبح كبشو يا محلى مرقة لحم كبشو عكشو فركش عكشو طنش قلشو متقلش سبع دبابيس استسلطناهم من عند المست سلطاني تدار يا مسلطان يا مست مست سلطان لنا سبع سلاطين زي من عند المست سلطاني جرك شنج دبح كبشو يا محلى مرقة لحم كبشو وعكشو طنش نكشو فركش هلشو ما تقلش ايوه بقى الله عليك شغل عالي احنا محضرين لك مفاجاه بقى يا احمد زي ما قلت لك عندنا سوربرايز قول لي قول لي سيد برايز اسمها ايه؟ سوربرايز مين؟ سيم برايز اوكي اوكي سيمسون اسمها ايه؟ الحمد لله هنخرج لفاصل يا احمد لازم نخرج لازم نخرج لفاصل ده لازم احسن اللغه نجيب الكتاب بتاع كيف تتعلم الانجليزيه ده انت محتاج مدرس حالا في اربع دقايق فاصل ونعود مره ثانيه للسوربرايز هو ده اللي انا مستنيه هنسوربرايز احمد ايوه انا سوربرايز دلوقتي انا قاعد في حاله سوربرايز مش طبيعي يا نهار اسود تمام ونرجع لكم مره ثانيه انا رجعنا لكم تاني مع جيمي او احمد جمال سعيد وحاضرين له مفاجاه جميله جدا المفاجاه يا نانسي الا وهي قول بقى ان احنا جايبين الكوتش بتاعه في الجيم ودكتوره التغذيه عز ويمنى تا 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 تا. عز ويمنى يا جماعه هيبقوا معانا السيجمنت اللي بعد الجايه هيكلمونا عن المكملات الغذائيه وهم معانا دلوقتي علشان يفضحوا جيمي هو انا في الجيم انا مش هنا انت في الجيم اصلا صح ده معاد الجيم اللي انت اتفضلوا يا جماعه اتفضلوا يا جماعه دكتور لبنى في الجيم يمنا. مش هنا دكتور يمنى منور انا فاكر ان انا هنا وعز انا مش هنا انا بتمرن انا بتمرن جايب لك هديه معايا ازيك يا دكتور ما تهزرش الله هديه كمان اتفضلوا تعال تعال انت تعال اتفضلوا يا سامي الحبايب الف شارعنا واسع تعال يا جيم تيم عز الله تيم عز اه والله ما عشان ما بتروحش التمرين فخ قلت اجيبه من هنا بقى اجيبه من هنا كنا بيعمل فيكم ايه ما انا نسمه اكتر واحد ملتزم بيلتزم في الدايت في الدايت يومنا تقول لك يعني مثلا كنت بديله دايت جديد فبساله اول امبارح هيا جيمي بدات الدايت الجديد ولا لسه اخباره ايه يلا عشان نعمل ايم بودي يوم الخميس قال لي لا ما لسه ما بداتوش هبدا يوم السبت داش بنص الاسبوع داش بنص الاسبوع ما حدش ادى فلوس الاسبوع لا جيمي ماشي كويس بس هو بيتدلع وهنعمل له تيست على فكره يلا نجرب كده اه تست
تست على الاكسرسايز كده خفيف كده نثبت لهم بس ان انت ماشي صح. مين ده؟ انت ماشي حاضر. هتعمل ايه عز في المواعيد؟ بس بتعملوا ايه؟ اعمل لا مواعيده مظبوط. اعمل ايه؟ هو بيقول لي اجي لك 2 بيجي 6 مثلا. 2 ل 6 ما فرقتش. هيعمل ايه دلوقتي؟ هيعمل بوش ابس بس. يلا اتفضل. بس بوش ابس بس لمده دقيقه. هو عامل 2000 عده في دقيقه. طب اتفضل اعمل كام حاجه. 2000 عده في دقيقه. عده كل يوم الصبح. ليه دي حقنه اهو خلصت ليه 2000؟ مين عايز يعمل سلطان هتعمل معايا؟ سيب لك دقيقه. ما انت جريتي ليه سلطان؟ انا بحط التيشيرت. لا لا بس مش عارف لقيتك روحتي. لا بحط التيشيرت. عايز ايه بقى؟ ضغط بس. انزل يلا ماشي. تعرف تعملها؟ يلا هحاول هجرب. خليكوا كده. ايوه تمام صح. وشيم بيتحدى الكوتش بتاعه. معاك والله والله معاك والله عامل معاك. جيم بيتحدى الكوتش بتاعه يا جماعه. يلا بينا. لا 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 لا. واحد اثنين ثلاثة. صلي على النبي في قلبك يا حاج. خمسة. حرام عليك. ستة. لا ده اوردر. سبعة. ثمانية. تسعة. جيمي برافو. هقتلك يا عز. 11. هقتلك يا عز. 13. انا اسف يا جيمي عز اللي قال لي والله معلش. 13. انا دلوقتي كاني دمبل. انا مش سلطان. انت مني دمبل. يا سلطان هقتلك يا سلطان. خلاص كفايه كده كفايه. لا برافو ده معاك. ما شاء الله. عاش يا وحش. ما شاء الله. برافو يا عز. طب ما هو. لا 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 الراجل بيغيب يغيب وبيتمرن في البيت بيضحك عليك يا عز. هو بيشيل اوزان بيذاكر في البيت. اهو شال اوزان ولا ما شالش؟ ايه رايك؟ والله واخد اوردر منه. انا عارف ان انت عايز تضربني بس مش دلوقتي. انا واخد اوردر من عز وهي دي كانت جزء من المفاجاه. دي جزء مفاجاه ايه؟ ده مزق من المفاجاه. لا ان انت اتمرنت من غير ما تسخن تمارين الابس البطن. اقول له عندنا مثلا ابس النهارده. يقول انا لعبت خلاص انا خلصت. طب يعملها بقى. بيلعب جوه لعبت. اه جوه دماغه بالظبط. مش دي جزء من المخيله؟ مش اهم حاجه تمرن عقلك؟ ايوه صح. تمرن عقلك. انت بتمرنه كده اهو. هتمرنه ايه دلوقتي؟ هتمرنه بطن دي ولا مش بطن؟ طب ده يلا مرن بطن دماغك. هيعمل ايه دلوقتي؟ مين هيعمل ايه؟ انت. انا؟ انا هعمل رز. لا 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 اخركم ايه؟ اديله بقى تمرين كده لبطن رجله. دايت رز. دايت دايت اللي هو البسماتي الصغير ده. هنعمل ايه؟ يلا عايز يلا عايز اعمل حاجه. هتعمل انت ايه تاني؟ مين ده؟ نعمل سكوات. يلا يلا. قالوا لنا انت بتحب. يلا انت مجرني. انت مجرني النهارده. انت مجرني يا عم. يلا يا عايزين نشوف. ايوه الجو اللي بيحصل في الجيم. هو ده الجو اللي بيحصل. ده الجو اللي بيحصل. كل ده بص ايدك يا عم. لا عز. لا 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 مفتري صح. ما انا حسيت. لا بس بص بصراحه. لا لا ما اضحك. بصراحه بجد والله العظيم فعلا عز يعني انا بالنسبه لي هو يعني مش من احسن. هو احسن كوتش في مصر. ليه؟ لان مش موضوع بس ان هو بيمرنك. لا هو بيبقى اخويا. فانا بتمرن لو انا ما عنديش موتيف. انا عندي موتيف ان انا عايز اشرفه. حلو بجد فعلا. وكلنا كده. وهو يعني هو بيجي بيضيف بجد. مش مجامله. بيضيف للتيم روح كده حلوه بهزار وضحك على طول. ويومنا برده معانا. اه يعني طب هيعمل لنا تمرين ايه اللي جاي؟ كملش لسه. هنكمل بقى التمرين اللي جاي. لسه فلوس بتخلص. هياكل قول له ما ياكلش. هتعمل برضو سكوات. يلا سكوات. يلا ماشي سكوات. المهم بقى عز. المهم عز بقى في التمرين. هتعمل ايه؟ لا هتعمل انت. يلا هتعمل ايه؟ انزل العب ضغط سكوات. انت ايه اول مره تعمل ده؟ عايز تصغرني كده. وريهم انت ازاي. يلا اهو هتعمل سكوات. 1 يا حلاوه. انت بتعمل ايه؟ انا هعمل انا ايه اللي انت عليك 80. طب انا اقول لك على حاجه اسهل. دي حاجات دي في الجيم. هنعمل حاجه اسهل. وقفوا على ايدي. اه لا هيعمل تمرين بتاع البالانس. الموضوع بيكبر منه. طب يلا نعمل تمرين. لا عملناه قبل كده. عملناه انا وسلطان ونجحنا. شوف البالانس عامل ايه. هتقف بالانس كده على رجلك. نعمل بالانس كلنا. ايه رايكم؟ غمض عينك. لا غمض عينك. غمض. ايوه هو هو ده. ما هو شاطر والله. برافو عليه والله. غمض جامد. ببالانس اهلي من ساعه ما عرفته. اتفضل يا فندم. اتفضل يا دكتور. حلو حلو. اتفضل يا فندم. ايه كمان؟ حاجه ثانيه يا فندم؟ ايه كمان ايه؟ اقول لك على حاجه بقى حلوه جدا. ايه كمان ايه؟ ما هو اللي قال ان انت ما جيتش الجيم في قلبي يغني. ما خلاص كفايه والله. طب خلاص هنغني والله في الجيم على طول. والله يغني في الجيم. يلا يا عز بقى. يلا يا فوزي هتغنوا لنا ايه؟ نسمع ايه؟ دبرني ايه فوزي؟ مش دبرني ايه فوزي؟ دبرني ايه فوزي؟ نلعب يلا. يلا يا صاحبي. ثانيه واحده بس. ثانيه واحده قبل ما نبدا. انا اتمرنت. هو يغني. انتوا الاثنين. انتوا الاثنين هتغنوا. انا موافق. او انتوا الثلاثه. سامعيني يا دكتور؟ يمنى يا اختي يسرى. يلا هنغني ايه؟ يا البرتقاله. العب يلا. اوه وهتعمل عليه سكواتس. ماشي عشان انت بهدلته معايا. يلا العب يلا. اتفضل. يلا لا لا يلا يا جماعه. دي بهدلنا. لا ما احنا يلا بينا. بس علم لوحدك كده سرحان. الشيطان يوزك. ايوه يا عيني في سكه شمال. يفضل يقول لك العب يلا. دي معز يلا. ها
افرهدك يلا زود يلا زود يلا لسه تسدس يلا زود يلا زود يلا العب يلا العب يلا يا عز اديله يا عز دي معز يلا اتنين هوبا وتلاتة طب يلا انزل وقف لي وقف لي وقف لي شوفوا لي يا جماعة وقف لي يا جماعة عز معانا يمرن الناس بالتعذيب حرام عليك حرام عليك يا عز يا عز حرام عليك يا عز يا عز اتبرق لي كده ليه فوزي